اهلا ومرحبا بيكم، برحب بيكم خارج وداخل مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا من بعيد قوي، من بلاد كلها تلج، كلها صيد سمك. الحلقه بتاعتنا النهارده من جنوب روسيا، اللي هي الناحيه بتاعت سيبيريا. وسيبيريا هم بلد كلها عايشه على التلج وصيد السمك والحاجات دي كلها. الحلقه بتاعتنا النهارده كلها سمك طبعا. هنشوف السمك المدخن اللي هو اللخس، بيسموه اللخس او السلمون فيلي او السموك سلمون. هنشوف بتعمل ازاي على طريقه الطرطار، وهنشوف برضو مع بعض سمك عندهم مستحب جدا بياكلوه برضو، اللي هو المرجان بتاعنا. طبعا مش هروح هناك عشان اصطاد سمك، فجبت المرجان بتاعنا ده برضو. كل مكان فيه مرجان. النهارده عندنا المرجان اللي هو ابو عين، او بيسموه بنضاره، مرجان بنضاره، اللي العين بتاعته كبيره شويه. كل اللي انا حضرته المقادير بتاعتي، اللي هو كرات وبصل وكرفس جزرايا. وهنشوف مع بعض برضو طريقه عمل الكافيار، هنشوفه بيطلع ازاي على التوست او العيش اللي هو العادي. انا اللي انا عملته ان انا حضرت التوست بتاعي هنا علشان الوقت، فهبتدي ان انا اطلع التوست كده استوى او اتحمص بمعنى صح. هاخده كده الشكل ده واخليه هنا كده على جنب، مش محتاج له دلوقتي. كويس. وبعد كده عندي هنا العيش دوت، هاخد سكينة العيش ظريف جدا. الكافيار دوت، كافيار طبعا هو حوالي ثلاث انواع من الكافيار، في حوالي ثلاث انواع من الكافيار. في الكافيار اللي هو بتاع السمك السلمون، اللي هو الكافيار الكبير بمعنى اصح، وده بيكون لونه اورنج. في الكافيار اللي هو الاسمر، وده برضو بيتملح. كل الكافيار عامه بيتملح، اول ما بيخرج من السمك بيتحط في ملح، وبعد كده بيتصفى كويس قوي، وبعد كده بيروح حاطينه في البطرمانات طبعا علشان يخش عملية فلترة بمعنى أصح، وبعد كده بيتباع. حاجة جميلة جدا، يعني حاجة من الحاجات اللي هي الديليكاتيس بمعنى أصح. هاخد العيش دوت كده، ممكن اخد حتة كمان اللي هما الناس بتاكلها في بعض الفنادق قبل الاكل. كويس. وعندي هنا الجزره ديت، هحضر الحاجه بتاعتي بسرعه. هاخد الجزره عشان تكون متحضره. هاخدها ايه، خلينا ناخدها بالشكل ده. دي شوربه، مش شوربه، اسف، سمك مع خضار. هنشوف برضو بيطلع ازاي. الشعوب دي بتاكل عامة السمك طالع من المية، بتاكله ني كده على طول. اديله شوية ملح كده، او بملح البحر او بمية البحر بيتغسل كده، وممكن يحط عليه ملح وليمون وياكلوه زي اللي بياكل كبد عندنا نية، او ما بيذبح الخروف. فدول الناس يعني السمك طالما طالع من البحر فممكن يتاكل ني، مفيش فيه اي مشكلة خالص، مش هيسمم لانه فريش طبعا. واحلى حاجه تتاكل هناك الاسماك، عندهم بحيرات كتيره جدا وعندهم اسماك كتيره جدا، ولذلك هم مشهورين بالسمك وصيد الحيتان وصيد السلمون وسمك التونه والحاجات دي كلها. هم اكلهم كله اسماك، عايشين على الاسماك. وطبعا الجزء ده كله اللي هو بتاع سيبيريا ده كله يا اما تلج، عايشين في التلج، او عايشين في الجو ما بيكون كويس عندهم. برضو بيزرعوا بعض الحاجات، غير كده بيجي لهم خضار من الصين، لان هم قريبين من الصين وقريبين كمان لروسيا. دول الناس اللي هم بتوع سيبيريا، دول شعب كده جميل قوي، وعيشتهم كلها ايزي خالص، بس هي في الشتاء طبعا درجة البرودة بتكون 40 تحت الصفر. كويس. عندي هنا شوية من الكرفس، خلينا ناخد ده، نحط المقادير بتاعتنا كلها فيه، شوية كرفس صغيرين كده.
الحلقة النهاردة كلها أسماك. هقطع ده برضو بنفس التقطيع، ظريف أوي إن يكون نفس التقطيع بحيث إن الشكل يكون متناسق كده بالشكل ده. وبعد كده عندي هنا كرات، ناخد دي ورقة ناشفة شوية، ده برضو هاخده كده بالطريقة ديت. يبقى انا عندي هنا كرات، عندي الجزر، وعندي البصل الاخضر برضو بنفس التقطيع. هحضر الخضار بتاعي وبعد كده نبدأ نعمل الكنبي، نشوف هيكون معمول ازاي. هاخد بصلاية تاني، الناس في البلاد ديت بتعملش حاجة غير انها بتصطاد سمك او بتشتغل في البريمات بتاعت البترول او مع الخواجات اللي هم جايين يشتغلوا في المنطقة ديت، سواء كان بتوع احياء او بيئة المائية او الاحياء المائية بمعنى اصح. عندي هنا طاسة، هاخد شوية من الزيت، زيت عادي جدا، خلي الطاسة على جنب كده. انا عندي السمك هنا، هاخد واحدة من دول وابتدي ان انا افلتها كده بالشكل ده. سمك جميل جدا ومش محتاج اي حاجة، ده بيستوي على البخار، ولذلك انا ما بدأتش بيه لانه مش محتاج سوى خالص. هاخد كده بالشكل ده واروح ماشي، احس ان انا احس بالعضمية وانا ماشي من فوقيها. خلينا كده عشان نبقى قدام الكاميرا نشوف واحنا بنقطع كويس. راس السمك، الحاجات دي كلها الباقية ممكن نعملها شوربة، ممكن نعملها حاجات كتيرة جدا. انا عندي شوربة سمك مجهزة، هنشوف برضو هنطلع الطبق ده ازاي، طبق ظريف ولطيف كده هنشوفه. طيب خلينا نشيل دي في حاجة تانية خالص هنا كده. سمك هما في ناس منهم بتطلع السمكة ديت وتروح على طول واكلها كده، شوية ملح صغيرين وفلفل وروحوا واكلينها، يعني ما بيحتاجوش لملح وفلفل ولا اي حاجة. هاخد حتة كده تانية، واروح قاطع كده شوية علشان السمكة ما تكشش. اقطع بس الجلدة بتاعتها كده، اصبح كده عندي السمك تمام. ناخد الكلام ده كله، هديله شوية ملح صغيرين، مع شوية فلفل،
كده، وعندي هنا ليمونه، انا بشتغل بس ايه بسرعه كويس، شويه ملح تاني من الناحيتين مع شويه فلفل، واقلب السمك بتاعي كده في قلب الليمون. واسيبه كده شويه على جنب. خليه هنا كده. وبعد كده عندي هنا الطاسه. الاول هنعمل مع بعض برضو التارتار علشان ده بياخد وقت شويه، فهناخد ايه، هناخد السمك المدخن هنا، وهنزل بالسمك المدخن كده بالظبط في نفس المكان كده او الخلاط دوت. كفايه دول، خليهم للديكور. هنزل معاه بشويه من الخيار المخلل اللي هو الكارنيشون، شويه صغيرين كده، مع شويه من الكابري، دول حوالي معلقه، شويه صغيرين من البصل برضو، كله كده على على بعضه. وبعد كده شويه من صوص الشطه. هما طبعا بتوع سيبيريا ما عندهمش توابل، يعني مفيش توابل عندهم زي عندنا مثلا كده كمون وشطه ومش عارف ايه، الحاجات دي مش موجوده عندهم، فهم بيجيبوا التوابل بتاعتهم بياخدوها من البلاد التانيه. كده عندي شويه من سنه شطه كمان صغنطوطه، هم اكلهم برضو كله شويه حراق، يعني اكلهم شويه زي قريب للصين وروسيا والحتت ديت عشان هم قريبين من بعض. حط شويه من الفلفل الابيض مع شويه ملح صغيرين، لان الصوصات اللي انا حطيتها كلها ملح. السمك كمان فيه ملح على فكره، كمان هم بيعملوا الطريقه ديت بس بياكلوا السمك ني. هاخد السلمون كده بالشكل دوت، انا عارف ان الملح مظبوط وعارف الحاجات اللي فيه كلها مظبوطه، لان انا المقدار بتاع ايدي ببقى عارفه، ولذلك بس برضو هدوقه وانا عارف ان هو مظبوط كويس. يبقى اخد شويه كده، الفهم جميل، احط ده كده هسيبه على جنب كويس، واخد فاصل صغير. الطست عندي جاهز، السمك عندي سيمون فيمي او السمك المدخن جاهز، وبعد كده ابتدي ان انا بعد الفاصل هنشوف السمك بتاعنا المرجان بنعمله ازاي. فاصل ونقعد. اهلا بيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. اللي انا حضرته هنا طاسه عندي بتسخن على النار عشان اقلي فيها السمك. طبعا السمك منقوع بقاله شويه، ف عصير الليمون والملح والفلفل طبعا تبل كويس. هنا عندي طاسه سخنت. طيب هاخد دلوقتي
عايز بس الطاسة تكون شوية سخنة، وبعد كده هحط السمك بالطريقة ديت. زبدة صغيرة، حط كده شوية من الزبدة على السمك، وبعد كده هروح نقلبه. السمك ده ما بياخدش سوى خالص، يعني تقلب على طول كده بالشكل ده. هو كده بيعتبر ان هو دخل على السوى. بياخدش سوى خالص، ده فريش طبعا ويستوي بسرعة. نخليه كده على نار هادية. واخد طاسة تانية بسرعة. بعد كده برضو هقلبه، شوف الاخبار ايه بالظبط. هو ده اللون اللي انا عايزه. كده بالظبط، هوطي النار عليه، وبعد كده الطاسة عندي سخنت. نبتدي ان انا انزل بحتة زبدة صغيرة، مع شوية من السيلري اللي هو القرفس، شوية جزر، وقلب الكلام ده كله مع بعض. انا بعمله عمليه جلاسيرن، بس جلاسيرن يعني ان انا باخده جلاسيه كده، يعني باخده بالظبط زي سوتيه مع صح. الجزر بيتقال عليه جلاسيرن اللي هو في الزبده يعني، وده طبعا بيكون ما بياخدش وقت خالص، استوى بسرعه. شويه من الكرات الافرنجي، ما فيش كرات افرنجي، البصل الاخضر ينفع، ما فيش البصل الاخضر، البصل برضو العادي ينفع، مع شويه كزبره، مع شويه بقدونس. بعد كده هاخد شويه من البصل، دول خلاص انا مش محتاج لهم. هقلب كل الحاجات دي مع بعض، واروح مديهم شويه بيون صغيرين عشان يستووا فيه. مع شويه ملح، شويه فلفل صغيرين بس، بحيث ان انا اطعمه كده عشان يديني طعم وريحه جميله. وكده يعتبر الخضار عندي خلص. برضو هوطي عليه، كده اصبح الخضار عندي خلص. هنشوف بعد كده، هناخد شويه من بظهر السكينة كده، وعايز طبق، وعندي هنا شوية مية،
وبالمعلقة بتاعت واخد بعد كده الطرطار اللي انا عملته، بحطها في مية علشان ما تلزقش كويس، واخد كده وده كده بالظبط يعتبر خلص. هوسع بس لاني نسيت كده الشكل ده، واخد دي حتة الديكور ديت ده كده بالنسبة لي خلاص. وبعد كده اخد شوية من ديل اللي هو الشبت، واحطهم بالطريقة دي كده بالظبط. و واحدة من الخيار اخد ديت، واخد الحته دي واروح اعمل كده احط حته صغيره هنا وحته صغيره هنا بعد كده اخد التانيه شوية من الكابري أو الكابل بصلتين صغيرين كده برضو بنفس الطريقة ديت. ده شكل في الآخر الطبق عندي. الخضار هنا استوى جميل قوي كده. اقطع عليه بقى خالص، انا مش محتاج له. تمام، عندي كده هنا حاجة تانية اللي هو الكافيار. الكافيار ممكن ناخده في طبق دوت، ماشي. هاخد حتة من الزبدة واروح حاططها كده على العيش، دهن بيها العيش بالشكل دوت. وبعد كده عندي التوست، هاخد التوست العيش التوست دوت ثلاث لقم دول، واحاول ان انا اقطعهم بالتقطيع ديت التوست لازم يسخن او يتحمص بس تحميصه صغيره جدا على اساس ان خلاص كل الكلام ده. كويس، عندي هنا التوست ده برضه هديله حتة زبدة صغيرة.
دلوقتي خلاص مش محتاج لها تاني. تمام شغال بيكمل سواء السمك، واخد شوية من الكافيار كده بالظبط، شوية هنا بسيطة قوي. واروح نازل عليه كده. ده بيعتبر من الاطباق اللي هي الاطباق الديليكاتيس، اللي هي الاطباق الحلوة ناس بتدفع فيها فلوس كتيرة جدا. ده بقى الكافيار اللي احنا دايما بنسمع، يعني في بعض من الناس بيسمعوا على الكافيار لكن ما يعرفوش، يعني خلينا صراحة. فده كافيار، هاخد كده وبعد كده هدهن برضو التانية. شوية من الأحمر، الأحمر ده نوعين، في منه نوع اللي هو الصغير خالص كويس، وفي منه نوع تاني برضو أحمر أو برتقاني بمعنى أصح، بس كبير، البيض بتاعه نفسه كبير قد الخرزة كده اللي هي مثلا بتاعت ايه الخرزة. وهقطع كده دول شوية ودول شوية. بعد كده عندي هنا الجزء التاني، ناخد شوية من هنا كده ونسيب المعلقة ديت عشان اللون عندي. السمك شغال تمام بيكمل سواء، انا مقطع عليه خالص برضو. هاخد شوية من هنا الاحمر دوت. على فكرة في ناس بتربي كافيار عندها، اللي هم بيبيعوا الكافيار في اوروبا. لو قلت لكم على تمن النوع اللي بيبيعوه، لانه بتاعت سمكه نادره قوي مش بتاعت سمك اللي هو السلمون، دي بتاعت سمكه نادره قوي اللي هو السمك الياباني اللي هو الملون دوت، بس النوع اللي هو الرويال بتاعه او النوع اللي هو بمعنى اصح الفريد منه، وده اللي هو لونه ابيض بس، السمكه نفسها كلها بيضة. لو قلت لكم على السعر بتاعه، سعر الكيلو كام بعد ما بيتعمل، بيوصل لحوالي 60,000 يورو، ده سعر كيلو الكافيار، وللأسف في ناس بتشتريه. 60,000 يورو يعني كتير أو كتير، بس معلش هي دي الأسعار. كده عندي ده استوى خلاص، هاخد الكلام ده كله واجيب الطبق اللي أنا هوضب فيه شغلي. بعد كده هاخد كده ايا كانت الرصة، المهم انها تكون في الاخر حلوة. نجي اخدها هنا وبعد كده عندي هنا واخد واحدة حمراء واخد واحدة هنا كده بالشكل ده.
وبعد كده هاخد شوية ليمون قطعه رؤية جدا بحيث ان لما تتاكل بالليمون اللي هو اللي بيحبه اللي ما بيحبوش ريحة الكافيار فبياكلوه بليمون، بس لازم الليمون يكون خفيف قوي وفي نفس عشان ما يمررش، عشان الواحد يستطعم الكافيار معنى صح. هو المفروض ان ما حدش ياكله مع اي حاجة خالص، بس شوية ديكور خفيف قوي 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 مش اكتر من كده، بس انا هعمل له ديكور بالليمون وبالذات على الكافيار البني الاسمر، لان الكافيار الاسمر النكهه بتاعته شديده شويه، ولذلك يحطوه على الكافيار الاسمر اكتريه. كده بالظبط هاخد حته صغنطوطه كده بس، مجرد ان هي ديكور مش اكتر. كده بالظبط، غير كده مفيش. ده شكل الطبق في الاخر. وبعد كده عندي الطبق الثاني، طبق السمك. لا ده الطبق ده بتاع السمك. هاخد شوية من الخضار اللي انا سويته هنا كده بالشكل ده، احطهم كده هنا. دي الاطباق اللي هي الجورمي بيسموها او ديلاكاتيس، طبق خفيف قوي للناس اللي هم الزواقه بمعنى اصح، او اللي هم زواقه اكتر ما هم اكيله، ولذلك نلاقيهم بيروحوا واخدين حاجه بس صغيره كده. ده كده هنا، واروح نازل بيه شويه من البيون في قلب الطاسه ديت، واخد بقى كل الطعم ده. كده الطبق عندي خلص، هاخد كل الطعم بتاع السمك دوت واروح نازل على، المفروض ان انا اسيبه شويه لحد ما ياخد الطعم دوت، واروح نازل بعد كده اديله سنه ملح. انا عارف ان هو عايز ملح وعايز شويه فلفل اسمر. ده كل الطعم بتاع السمك فيه. هاخد كل الكلام ده واروح نازل كده وشكرا. هو ده الطبق اللي انا في الاخر عاوزه. طيب هاخد دول هينفعوا مفيش مشكلة فيهم. دي كانت الاطباق بتاعتنا. مش عارف اقول ايه اكتر من ان جربوا الطريقه ديت، طريقه السموك سالمون موجود في كل مكان في السوبر ماركت، هيتحط في الخلاط هيتضرب كله مع بعض مع شويه كابريو وجزء وخيار والسمك المرجان.
الطريقه دي جميله جدا، ممكن نقطعه في كبير حسب الرغبه. انا مقطعه لان انا البرزنتيشن عندي بتاع الطبق اهم حاجه، فده شغلي طبعا، انا بحب اشتغل الشغل دوت. بعد كده عندنا الكافيار هنا، ده كفاتح شهيه او طبق ديليكاتيس بتاكل قبل الاكل. اتمنى ان الاطباق دي تكون عجبتكم. مش اكتر من ان نقول بالهنا والشفا، واشوفكم في حلقات تانية كتير من برنامج عالم لذيذ جدا. شكرا، مع السلامة.